بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم صالح الطاهر المحامي بالنقد، أهلا بكم. النهاردة هنتكلم عن الحبس الاحتياطي. الحبس الاحتياطي بالمفهوم العام اللي احنا عارفينه كلنا، إن لو إنسان أو أحد الأشخاص تم ضبطه في قضية ما، ثم قامت أجهزة الضبط، مأموري الضبط، بتحرير محضر بتلك الواقعة وعرضه على النيابة العامة، بتقوم النيابة العامة باستجوابه وأخذ أقواله. فإذا كانت هناك دلائل كافية لارتكاب الجريمة، فإن النيابة العامة تقوم بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. في أمر ثاني أو تدابير أخرى بيقرها القانون، هذه التدابير قد نص عليها صراحة في المادة 201 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية. يجوز للسلطة المختصة اللي هي سلطة التحقيق إنها تصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أحد التدابير الآتية. إيه التدابير دي؟ عبارة عن هي إجراءات بتلزم فيها المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه. الأمر الثاني إن هو يقدم نفسه بصفة دورية إلى قسم الشرطة للإطمئنان على أنه ما زال موجودا في محل إقامته، ويجب عليه أن يتردد إلى قسم الشرطة في مدة معينة يلزم بها. الأمر الثالث إن السلطة المختصة بتحظر على هذا المتهم أن يرتاد أماكن محددة تحددها له، عليه ألا يقترب إليها. طيب، لو إحنا بصينا على الحبس الاحتياطي من حيث تعليمات النيابة العامة، هنلاقي إن الحبس الاحتياطي هو أساساً ليس بعقوبة، ولكن الهدف منه هو الحفاظ على سير إجراءات التحقيق من خلال وضع المتهم تحت تصرف السلطة التي تقوم بالتحقيق، تيسيرا لاستجوابه، تيسيرا لمواجهته بأي إجراءات تكون قد جدت في الدعوة. أيضا أن سلطة التحقيق بتخشى أن المتهم يسعى إلى الهروب أو يؤثر في إجراءات الدعوة أو في الدلائل الموجودة داخل ملف الدعوة، أو أنه قد يؤثر على الشهود أو يؤثر بطريق التهديد والترويع للمجني عليه أو أهلية المجني عليه. طيب، ننتقل إلى نقطة أخرى وهي مدة الحبس الاحتياطي. مدة الحبس الاحتياطي هي المفروض أنها لا تزيد على 3 أشهر في القانون. طيب، في مادة، المادة 251، أنه في حالة أن تكون الجريمة من جرائم الجنايات فيجب ألا تزيد مدة الحبس فيها عن 5 أشهر، وقبل انقضاء 5 أشهر يجب عرض الأمر على المحكمة المختصة التي تصدر قرارها بمدة حبس لمدة 45 يوما. هذه المدة قابلة للتجديد مرة واحدة أو إلى مدد أخرى حسبما ترى عدالة المحكمة التي يعرض عليها الأمر. عموما لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن ثلث مدة العقوبة في حدها الأقصى. يعني إيه كلامنا؟ يعني لو إحنا مثلا قدام عقوبة جنحة يبقى لا تزيد مدة الحبس فيها عن 6 أشهر. طب إحنا لو قدام عقوبة جناية يبقى لا تزيد فيها مدة الحبس عن 18 شهرا. أما إذا كانت الجريمة من الجرائم التي تعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام، فلا يجوز أن تمتد مدة الحبس الاحتياطي لأكثر من 2. طيب، أنا النهاردة عايز أقول، طب إيه هي شروط الحبس الاحتياطي؟ شروطه إيه؟ يجوز حبس المتهم احتياطيا بعد استجوابه من سلطة التحقيق، أو في حالة توافر الدلائل الكافية زي ما قلنا قبل كده على ارتكابه للجريمة.
الجرائم اللي بيجوز فيها الحبس الاحتياطي هي انواع. احنا قلنا طبعا الجنح، بس بالنسبه للجنح التي لا تقل فيها العقوبه عن سنه، وبالنسبه للجنايه التي يعاقب عليها بحبس مده لا تقل عن سنه. لا يجوز حبس المتهم حضرات الساده المشاهدين احتياطيا الا في حالات معينه زي ما قلنا قبل كده. اولا ان احنا لازم يكون للمتهم محل اقامه ثابت ومعلوم، ان انه قد يخشى على المتهم من ان يقوم بالهرب، قد يخشى من المتهم على التاثير في ادله الدعوه، قد يخشى من المتهم على التاثير في الشهود المطلوبه لاخذ اقوالها في القضيه، ايضا الخشيه من ان يقع اكراه او يقع تهديد للمجني عليه او اهليه المجني عليه. هذه الامور كلها في موضوع الحبس الاحتياطي. يسرنا دائما ان اذا كان هناك اي سؤال قانوني ان يتم تركه في التعليقات، ونحن سوف نرد على الفور على هذه الاسئله. استودعكم الله السادة المشاهدين، بعد ما انتهينا من موضوع الحبس الاحتياطي وشروط الحبس الاحتياطي ومبرراته ومدة الحبس الاحتياطي، فنحن هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوعنا، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لحضراتكم.